السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة سلسبيلة. اليوم غنقدم لكم لي كاب كيك بنكهة القهوة والشوكولا. كنتمنى ينالوا الإعجاب ديالكم، وإلا عجبوكم ما تنساوش تخليوا لي تعليق أبوني، وشكرا لكم. غنحتاجو جوج كيسان ديال الدقيق، جوج خمارات، واحد فاني، جوج حبات بيض، كاس الا ربع سكر، كاس الا ربع زيت، كاس الا ربع قهوة، جوج معالق كبار ديال الكاكاو مر، واحد معلقة صغيرة ديال الخل مع واحد القبيصة ديال الملح. غنبداو على بركة الله. شوية ديال الخل والملح، غنزيد الدقيق شويه بشويه. من بعد ما غادي نكمل الدقيق ديالي، غادي نغربل هاد جوج خمارات مع الكاكاو. هذا هو الخليط ديالي. دابا غادي نديرو في هاد القوالب، لان اختاريت نديرهم في هاد الشكل. بالنسبه اللي ما عندوش هاد المول، كاينين قوالب كرتونيه كيجيو فيها حتى هما زوينين. غندخل هاد لي كاب كيك للفران اللي سخنته من قبل. هذا الكاب كيك ديالي من بعد ما طاب، دابا غادي نزينو بواحد شويه ديال صوص شوكولا. ممكن نديرو ناخدو شكلاط وندوبو في حمام ريم. انا اختاريت انني نصاوب هاد صوص شوكولا حتى نخليكم الطريقه ديالو. كيبقى هذا هو الشكل النهائي ديال الكاب كيك ديالي.
انا اختاريت انني ندير له تزيين بالفيرميسيل والكوك، والتزيين كيبقى اختياري على حسب الرغبة ديال كل واحد. كنتمنى هاد لا فيديو ينال الاعجاب ديالكم، وشكرا لكم، بالصحة والراحة.